رواية دمشق هي كتاب صدر باللغة الإنجليزية أولاً وهلأ باللغة العربية. أنا فلسطينية من جانب والدي من يافا وسورية من جانب أمي دمشق. حقيقة كل كتبي بالسابق شارون وحماتي وحول فلسطين والحياة بفلسطين، وهذه أول مرة بكتب فيها عن دمشق، والسبب طبعاً أنه دايماً كنت حاسة حالي فلسطينية، وكانت دمشق بالنسبة إلي بما أنه كنا لاجئين في عمان كانت دمشق دايماً هي المرساة والأمان بالنسبة لأي واحد فلسطيني، خصوصاً أنه إحنا صغار كنا نروح على الشام تبعتنا ماما عند بيت جده. فللأسف لما صارت الحرب سنة 11 حسيت أنه المرساة أو الأمان اللي بحياتي، يعني ما بكفي أنه الواحد يكون فلسطيني ومهجر، صار أيضاً سوري ومهجر. فحسيت أنه خصوصاً أنه بقضي وقت كتير في أوروبا، قديش الناس بتطلعوا للاجئين السوريين كأنه ناس من غير ثقافة، من غير موسيقى، من غير حضارة. وقررت أنه أكتب كتاب عن بيت جدي، عن الجماليات اللي موجودة. هو الكتاب بتحدث عن ثلاث أجيال، يبدأ بجده وتيتا، التيتا اللي هي من عرابة وجده اللي هو من دمشق بزواجهم. جده مولود 1860، والرواية بتمشي من 1860 توصل لحد اليوم، بمعنى آخر أنه أنا وجدي لحالنا قدرنا نغطي 150 عام. تتكلم عن جغرافية بلاد الشام، يعني إحنا اليوم أنا وإنت محشورين قاعدين برام الله أو بنابلس ما بنقدرش نتحرك، بينما أنا لما بسمع كيف كانت تيتا وجده يحكوا لي كيف كانوا يجوا من الشام ينزلوا على نابلس يروحوا على عرابة، أو حتى الوالد لما طلع من يافا وراح على الجامعة الأمريكية في بيروت كيف كان يطلع من يافا يروح على عكا وعلى حيفا ورأس الناقورة بعدين يطلع على صور وصيدا، كل هذا جغرافيا إحنا ما بنعرفها للأسف. يعني جده تاجر سوري كان يشتغل في بلاد الشام الكبيرة، عالمه كان واسع من إسطنبول للحجاز للقاهرة لدمشق لنابلس. والكتاب حقيقة بتحدث عن العلاقة بين الريف والمدينة.